السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كل سنة وانتم طيبين. سعيد ان اشوفكم والله. باسم المرأة السعودية في قرية المعصرة بنرحب بفخامة معاليك في قرية المعصرة لحضرتك أول مرة تنزل محافظة المنيا، تشريف لينا والأهالينا والكل شمال الصعيد إن أنت حضرتك معانا النهاردة في القرية. متشكر جدا. وشكرا كمان على مشروع حياة كريمة اللي أضاف لينا مزيد من التطورات. اهلا وسهلا بسيادة الرئيس المحترم سيدي ورئيسي عبد الفتاح السيسي. اهلا وسهلا في مركز ملوي واحدى قرى مركز ملوي التابع لمحافظة المنيا. فشكرا يا سعادة الرئيس، وربنا يحفظك من أمامك ومن خلفك ومن يمينك ومن شمالك ومن فوقك وتحت الأرض سعادة الرئيس. شكر جدا، شكرا، ربنا يسمع منك. الدعوات دي دعوات جميلة، والاستقبال ده استقبال يسعدني ويشرفني والله. استقبالكم ده والكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه اللي هو أكيد طالع من قلبكم يعني إن شاء الله، حاجة تفرحني وتشرفني جدا. ويا رب يعني أختنا من المعصرة بتقول لي أو من القرية بتقول لي أنت أول مرة تنزل منيا، ده صحيح. أنا عايز أقول لك، أنا وأنا قلت الكلام ده في يعني في سوهاج وفي المحافظات اللي أنا بنزلها دلوقتي، يعني أنا بتمنى إن أنا أنزل وأشوف كل الناس، صدقوني يعني، لان انا بحب الناس وانا كمان زي الناس زيكم كده. صحيح يعني مش في برج كبير ولا حاجه. ربنا يكبر خاطرك انت، ربنا يكبر خاطرك انت. احنا مش هننسى، يعني اختي بتقول انا والدة شهيد، وانتوا قلتوا الاستقرار اللي حصل، الاستقرار اللي حصل ده تمنوا ولاد كتير من ولاد مصر وبنات كمان من بنات مصر، وانتوا شفتوا هنا في المنيا وفي كتير من محافظات مصر ازاي ان هم عملوا الفتنة عشان يخربوا بلادنا ويخلونا ان احنا نخش مع بعضنا في حاجة والبلد كلها تسعنا كلنا وتسع قدنا 10 مرات. لكن اللي دفع الثمن في الاستقرار مش الإرادة بتاعتنا، لا، كل أسرة مصرية زي أختي اللي قدمت ابنها ومحدش شافها، يعني ما نعرفهاش، احنا عرفنا بس لو أنا أتشرف بيك ربنا، أنا أتشرف بيك. مهما كرمنا ما عملناش حاجة، ويديك العافية والصحة ويصبرك ويرضيك. أنا واحدة من المجتمع المدني وإيدي في الأرض زي ما بيقولوا. حياة كريمة ناجحة عندنا بطريقة حلوة جدا، التحالف الوطني عمل شغل جامد قوي في أرض الميدان، كمان برنامج فرصة اللي هيبدأ يتنفذ الفترة اللي جاية في المنيا. بصراحة يا ريس تسقيفة كبيرة للريس
على البرامج الثلاثة دول. ونفسي أوصي حضرتك في الرقابة والمتابعة. إحنا شغالين حلو قوي، بس محتاجين برضو نأكد شوية على الرقابة والمتابعة وإحنا جوه الميدان. شكرا لك. طب بص يا أختي فاطمة، أنا عايز أقولك على حاجة. أنت بتكلمي الرقابة على مين ومتابعة على مين، ورقابة من مين ومتابعة من مين؟ ما اللي شغالين دول مين؟ مين؟ احنا يا ريس. احنا يعني اللي بيتكلم، اللي احنا بنتكلم عليهم دول. وده مش معناه ان ما فيش رقابه او متابعه، لا لا ما اقصدش، لكن اقصد اقول انتبهوا بالظبط كده. احنا كلنا محتاجين ننتبه ان اللي احنا اللي بنشتغل واهالينا اللي بيشتغلوا ان اثروا، فمش الحكومه، لان الحكومه مش الناحيه الثانيه، الحكومه مش الناحيه الثانيه. وده كان امر خطير جدا اتعمل خلال السنين اللي فاتت قوي، وهو ده اللي ادى لان البلد دي يحصل فيها مشكله كبيره في 2011، ان هو خلى الحكومه في حته وخلى بقيه الشعب في حته، فعمل الحكومه عدو. خلي بالك يا اختي فاطمه، تمام. عمل الحكومه ايه؟ عدو. فالعدو نعمل فيه ايه؟ نهده. ايوه، ما هي الحكايه اتعملت كده. فلو احنا ما خدناش بالنا ان اللي احنا والجهاز الاداري في الدوله فيه كم مليون؟ 6 مليون. يعني 6 مليون دول كم اسره؟ 6 مليون اسره يعني كام؟ 30 مليون. 30 مليون تقريبا، لو الاسره دي خمسه، زوج وزوجه ومعاه من 2 ل 3 او اكتر، 30 مليون. طب النهارده هم لو يعني في هنا موظفين قاعدين معانا طبعا، مش كده؟ تمام. في هنا مسؤولين اكيد. فالنهارده تقولي لي ايه؟ انا هنتهز الفرصه انك موجود، وهاكد على كل مسؤول معانا في المنيا يخلي باله من شغله. تمام يا ريس. يخلي باله ايه؟ من شغله. من شغله. يبقى احنا كده بنتكلم كلام ايه؟ مناسب للظروف الحياه بتاعتنا. تمام. طب ليه تقولي لي كده برضو؟ اسمع مني ويا رب اقدر اعمل. يا رب يا رئيس. لكن كمان نقول لبعضنا هنا، ونقول لي في كل حته في مصر، الاخويا او ابويا او ابني اللي شغال في مكان ما، من فضلك البلد محتاجه ثلاث حاجات منك. محتاجه منك اخلاصك، ومحتاجه منك امانتك، ومحتاجه منك عملك. محتاجه منك اخلاصك ليه؟ لشغلك. محتاجة منك أمانتك في إيه؟ في شغلك. محتاجة منك إيه؟ عملك في إيه؟ لشغلك اللي بتشتغل بس. وانتوا بتشوفوا دول كبيرة أكبر مننا واغنى مننا بتعاني من ده. إحنا بنتمنى من الله سبحانه وتعالى إن إحنا نقدر متماسكين شعب ودولة، شعب وإيه؟ ودولة. وإحنا من جانبنا برضو كدولة بنحاول نخفف ما أمكن على الناس بإجراءات كتير بنعملها، مش إحنا اللي بنعملها بس، إحنا مع بعض بنعملها. طول ما إحنا بخير وسلام، خلي بالك من الكلمة دي ليكوا كلكوا يا مصريين، طول ما إحنا بخير وسلام وأمان كده، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شاكرين، كل سنة وأنتوا طيبين. سعيد بيكم وتشرفت بيكم، ويا دينا اطمني على بلدنا بيكم، اطمنوا على مصر بيكم انتوا. مصر قايمه بيكم انتوا، وبتطلع لقدام بيكم انتوا، وهتطلع قدام بفضل الله بيكم انتوا. شكرا شكرا, شكرا.